أعزائي المشاهدين، مساء الخير. ضيفة الحرة تقدم اليوم هي منال عمر، مديرة برامج العراق في معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام في واشنطن. نستضيفها بمناسبة صدور كتابها حافية في بغداد، ماذا يعني أن تكوني امرأة في ظل الفوضى، الذي تتحدث فيه عن تجربتها خلال حرب العراق، وكذلك عن وضع المرأة العراقية ومعاناتها من الحرب. منال عمر، أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة من الحرة تقدم. أبدأ بسؤال حول الكتاب، لماذا منال عمر ألفت هذا الكتاب؟ يعني ما هي الغاية منه وما الذي أردت أن تقوليه لنا؟ السبب أنني كتبت هذا الكتاب يعود إلى أنه بعد 7 سنوات أحد الأسئلة الرئيسية هي ماذا حدث في العراق، هل الوضع أفضل أم أسوأ؟ وأحد الناس الذين تحملوا عبء الحرب منذ البداية كانت النساء. ما هو وضع المرأة؟ ما هو الموقف الحالي؟ وأين نبدأ بعد 7 سنوات؟ أعتقدت أن من المهم توضيح الجانب الشخصي وليس ما حدث للمرأة بشكل عام كإحصائيات، وإنما نتحدث عن القصص الشخصية التي شاهدتها. منال، ماذا يعني ما الجديد بهذا الكتاب؟ يعني ما الذي كشفه هذا الكتاب ولم نكن نعرفه في السابق؟ يعني أو لم تطلعنا عليه حتى وسائل الإعلام. ما هو الجديد؟ أعتقد أن هذا يعتمد على الجمهور. بالنسبة للكثير، الكثير معروف. أنا وضحت أن المرأة العراقية منذ البداية كانت تلعب دورا طليعيا، ومنذ الستينات والسبعينيات والثمانيات رأينا قوة المرأة العراقية حتى في ظل العقوبات. المرأة العراقية أثبتت أنها قادرة على جمع المجتمع المحلي. التذكار ضروري، ضروري أن نتذكر معاناة المرأة العراقية في السنوات 7 الماضية، وبغض النظر عن الصعوبة المرأة العراقية لا تزال مفعمة بالأمل وتناضل من أجل مستقبل أفضل للبلاد بشكل عام. أيضا ناقشت تجاربي الشخصية. عندما عدت إلى أمريكا من العراق كان الناس يطرحون أسئلة عني، عن خلفيتي، عن الدين. قررت أن أشاطر هذا المجال من القصة كي أجعلها أكثر إنسانية وواقعية حتى يفهم الناس الجانب الشخصي للقصة وراء النزاع. منال، هل أستطيع أن أفهم أنه الهدف هو قد يكون هدف سياسي أكثر منه هدف كتابة مذكرات شخصية؟ لا أعتقد أن المسألة سياسية. بطبيعة النزاع هناك دائما الموضوع السياسي، وهذا يغطي على القصة الإنسانية التي يجب أن نحكيها، خاصة عن المرأة. دائما نقول أن المرأة هي التي تتحمل أولا دمار الحرب، وسوف تستمر المرأة في المعاناة بعد السلام. وجدت أن النساء اللواتي قابلتهن، رأيت أنني أخذت منهن بقدر ما أعطيتهن. لقد شعرت بالتواضع من إصرارهن على خلق مستقبل أفضل. واعتقدت أن هذا الجانب من القصة غائب عن الإعلام الرئيسي. يجب ألا ننسى العراق على المدى الطويل. منال، أنت ذهبت إلى العراق، طبعا أمريكية تذهب إلى العراق، إنما هل ذهبت إلى تلك المنطقة بعيون عربية أم بعين أمريكية برأيك؟ ذهبت ولدي تشكيلة، هناك أجزاء من هويتي، أنا عربية وفلسطينية وأمريكية. وذهبت في شبابي في أواخر العشرينيات وكنت مديرة لمنظمة. كامرأة كل هذه المكونات من هويتي ذهبت معي. كنت أعتقد أنني أعرف كل شيء. عملت في العراق مع الأمم المتحدة وأمضيت سنة في العراق في 79-80، وسافرت في الشرق الأوسط وكنت في أفغانستان قبل التوجه إلى العراق. كنت أعتقد أنني أفهم ما يحدث، وعندما دخلت العراق وبعد أسابيع فقط أدركت أنني لا أعرف أي شيء. وكان من المهم بالنسبة لي أن أستمع لما تريده النساء. وفي السنوات التالية كنت أعمل عن كثب مع النساء، وبدأت أفهم درجة تعقيد الحرب وما جلبته لي البلاد. كان هناك الكثير من الفرص، ولكن في نفس الوقت شاهدنا هذه الفرص تتجاوز النساء واحدة تلو الأخرى. منال، هل تعتقدين أصولك العربية، أو حتى لأقول ثقافتك العربية، هي التي جعلتك
تكسبين ثقة العراقيين أكثر؟ يعني نفترض أنك لم تكوني من أصول عربية، لا تتكلمين اللغة العربية، هل كنت كسبت ثقة هذا الشعب كما كسبتيه بهذه التجربة؟ هذا سؤال جيد، ومن دواعي السخرية أنه في البداية كنت أفكر أنني كعربية كنت أدرك أن هناك بعض الصور النمطية، صور نمطية لكوني امرأة وشابة وأيضا لأنني فلسطينية، وهذا أدى إلى مشاعر مختلطة داخل العراق. إذن الهويات المختلفة لعبت دورا، كانت جيدة بشكل ما، ولكن في نفس الوقت كانت من الصعب أن نكسرها. المسألة لم تكن فقط أنني عربية وإنما فلسطينية، والكثير من العراقيين كان لديهم اختلافات مع الفلسطينيين نتيجة للنظام السابق. إنما أنت كمنال عمر تعتبرين نفسك أمريكية أم عربية؟ هذا سؤال صعب وطرح علي منذ أن كنت طفلة. هذا يعتمد، عندما أكون في أمريكا أشعر أنني عربية ومسلمة لأن علي دائما أن أدافع عن هذا الجزء من ثقافتي. عندما أذهب إلى الخارج أشعر أنني أمريكية عندما أتحدث مع عائلتي وأعبر عن مشاعري، وحتى عندما نمازح بعضنا البعض أشعر أنني أكثر أمريكية، وبدأت أدرك أن هذه نقطة قوة وأن باستطاعتي أن ألعب دورا في بناء الجسور بين مجتمعين لأنني أفهمهما بشكل جيد. سوف أضع، يعني لنفترض أن قيم أمريكا، القيم الأمريكية التي يكثر الحديث عنها، تتعرض للخطر أو تجدينها مهددة، أين تقفين؟ تقفين بهذا الجانب أو بذاك الجانب؟ أعتقد أن إحدى الأشياء التي الناس مثلي الأمريكان العرب عليهم أن يرفضوا الطرفين، نقول دوما أننا في المنتصف. المسألة ليست ببساطة أن نقول طرف أكثر من الآخر، يجب أن نجمع الطرفين سويا. لدي الكثير من الاحترام والحب للمثل الأمريكية، أجدادي مهاجرين جاءوا وبنوا مستقبلا لهم هنا، في نفس الوقت لدي الكثير من الحب لخلفيتي كفلسطينية وكمسلمة. عندما عشت في العراق، العراق أعطاني الكثير من ناحية الثقافة والفن والتقاليد. زوجي عراقي وبالتالي أحترم كثيرا البلاد. أسوأ شيء يمكن أن نفعله هو أن نختار جانبا مقابل الجانب الآخر من الهوية التي ننتمي إليها، وما نستطيع عمله هو البدء في بناء الجسور. وأشعر أن العمل الذي أعمله والكتاب الذي كتبته هو محاولة لبناء الجسور، ونحن ندرك أننا لا نختلف كثيرا. هل أفهم أن منال عمر كتبت قصة الحرب في العراق من زاويتك؟ نعم، من منظوري أنا، وكانت مسألة شخصية. عندما تقرأ الكتاب من الصعب أن تقول هذا فقط صوت العرب أو صوت العرب الأمريكيين أو هذا فقط صوت العراقيين. المسألة هي أنه صوت شخصي. لقد استقبلت الكثير من الشبان في الكليات من العرب والمسلمين الذين قالوا أنهم يريدون أن يعرفوا المزيد عن كيفية صنع القرار. أيضا هناك زيارات من عائلات عسكرية، من عائلات فقدت أحباؤها في الحرب، وكانوا يريدوا أن يعرفوا لماذا أبنائهم هناك. أصبت بالدهشة نتيجة للجمهور الذي يقرأ الكتاب ويرسل لي رسائل إلكترونية طلبا للمزيد من المعلومات. إذن المنظور شخصي، ولكن يبدو وكأن له تأثير على القراء على مستوياتهم الشخصية. منال، عنوان الكتاب مأخوذ من مثل تركماني عراقي، ما المقصود بهذا العنوان؟ لماذا اخترت هذا العنوان؟ القول أنك لو مشيت حافيا فإنك تدوس على الأشواك. عندما ذهبت للعراق قال لي الناس أن أتوخى الحذر، إذا كنت ستكتب عن العراق مثلا تتوخى الحذر. الأمريكيون يقولون لا تقوم بهز القارب، بمعنى حافظ على ثباته. إذا أردنا أن نحدث تغييرا، والنساء العراقيات إذا أردنا أن يحدثن تغييرا، فعليهن أن يدسن على الأشواك وأن يتحلين بالشجاعة. نتوقف منال، نتوقف أعزائي المشاهدين في استراحة أولى، نعود بعدها لمتابعة هذا الحوار مع منال عمر، وسوف ندخل في العراق بعد الحرب، فابقوا معنا.
مجددا إلى الحرة تقدم وإلى منال عمر. منال عمر، ندخل بموضوع العراق بعد الحرب أو أثر هذه الحرب على العراق. واليوم انتهت المهمات القتالية للجيش الأمريكي في العراق بعد 7 سنوات. طبعا السؤال أنه تجربتك بالعراق، هل تعتبر منال عمر أن قلب نظام صدام حسين كان ضروريا بالنسبة للشعب العراقي؟ يعني جنى المواطن العراقي فائدة من الخلاص من هذا النظام، أم لا تفكرين بهذا الشكل؟ لن أقول رأيي الشخصي، ما سأقوله هو ما رأيته في العراق. عندما وصلت إلى العراق عام 2003 كان هناك الكثير من الإثارة بالنسبة لي التي جاءت من خلفية معادية للحرب. كان من الصعب أن أفهم لماذا هذه الإثارة، حتى لو كان صدام جيدا أو سيئا، السؤال كيف يمكن أن تشعر بالإثارة بشأن الحرب؟ كان هناك إحساس بأن العراق كان يقود المنطقة دوما، والعقوبات طبعا دمرت العراق، الكثير من الدول العربية كانت تتفرج والعراق يدمر تحت العقوبات. شعر العراقيون أن هناك فرصة لهم في النهاية لقيادة المنطقة. كان هذا في بداية 2003، وعندما وصلنا إلى 2005 كان الإحساس مختلفا جدا. العراقيون أحسوا أن الأمريكيون قد خانوهم، وكان السؤال ماذا فعلتم لنا؟ الكهرباء في العراق وحتى اليوم بعد 7 سنوات لا يمكن تحملها. أنا كنت في العراق في شهر يوليو وعشت يوما بعد يوم في الحر وبدون كهرباء. معظم العراقيين ليس لديهم فرصة للوصول إلى الرعاية الصحية أو الوظائف. كان من الصعب عليهم أن يفهموا لماذا الحرب بعد 7 سنوات. إذن كان هناك تحول. في البداية اعتقد العراقيون أنه كانت هناك فرصة، ولكن بعد 7 سنوات شعر العراقيون أن الأمريكيين والمجتمع الدولي لم يوصلوا الخدمات الرئيسية. منال، أين مسؤولية العراقيين عن ذلك؟ إنه نحن نحمل المسؤولية للجيش الأمريكي أو للإدارة الأمريكية أنها لم تعطي الكهرباء ولم تؤمن المياه. طب هناك مسؤولية يتحملها الحكم في العراق، يتحمل المواطن العراقي أيضا. ألا ترين ذلك أن هناك جزء، على الأقل جزء من هذه المسؤولية مترتبة على الإنسان العراقي؟ أنا أتفق معك. أعتقد أن هذا سؤال جيد، والمسؤولية يتشارك فيها الجميع. في الأيام الأولى وفي ظل اتفاقية جنيف، المسؤولية هي مسؤولية قوة الاحتلال، قوة الائتلاف. الآن كانت هناك حكومة عراقية، ونأمل أن الحكومة العراقية الحالية تأجل تشكيلها ل5 أشهر، ولكن الحكومة العراقية هي المسؤولة. عندما نتحدث عن المواطنين، هذا شيء يعطيني الكثير من الأمل. قد تدهش من المجتمع المدني الذي يظهر الآن داخل العراق. لقد خرج قويا ويتحدث وينتقد المجتمع الدولي والولايات المتحدة والحكومة العراقية. الأمل الحقيقي يكمن في المجتمع المدني في العراق. هناك الكثير الذي يعمل يوميا، وأعتقد أن هناك مستقبل جيد للعراق. تتحدثين الآن عن مجتمع مدني، طب ما دور يعني الأحزاب الموجودة الآن في العراق؟ وهناك دور كبير ومؤثر للأحزاب الدينية. كيف يمكن أن نفهم أو نجمع بين مجتمع مدني بالمعنى الذي نفهمه في الديمقراطيات الغربية، وبين مجتمع محكوم إلى حد ما أما بميليشيات من جهة، أما بأحزاب دينية عقائدية؟ أعتقد أن أفضل طريقة للإجابة على السؤال تتمثل في المقارنة. دعنا ننظر على انتخابات 2005 في العراق. الشعب العراقي عندما صوت للأحزاب الدينية، وصوت كما لو كان هذا عبارة عن إحصاء سكاني. كان هناك مسيحيون صوتوا للحزب المسيحي، السنة للأحزاب السنية، الشيعة للأحزاب الشيعية. الانتخابات هذا العام كانت مختلفة. معظم العراقيين صوتوا وقالوا لا نريد هذا الانقسام الديني. وأكثر 2 حصل على أصوات كان كتلة دولة القانون ثم الكتلة العراقية، كتلة علاوي. الناس يقولون لقد أخطأنا وندرك هذا ولن نريد أن نرتكب الخطأ من جديد. الأحزاب الإسلامية التي كانت قوية جدا في العراق مرة بدأت في الواقع تصبح ضعيفة. والسؤال الآن
ماذا سيكون شكل الحكومة الجديدة؟ أنا لا أزال حذرة، وعندما أتحدث عن أمل أو تفاؤل التحول فممكن أن تتحول الأمور. لأنه هذا يعني ما يدفعني إلى السؤال، أنه بعد 5 أشهر على إجراء الانتخابات لم تتشكل حكومة عراقية حتى الآن، يعني ما يدفع البعض إلى السؤال أنه هل موزاييك العراقي طوائف وإثنيات متعددة، هل برأيك أنت وبعد تجربتك تعتبر نعمة أم نقمة بالنسبة للعراقيين؟ بالتأكيد هذه بركة أو نعمة، هذا شيء العراقيون يفتخرون به. عندما تمشي في شوارع بغداد وترى الثقافة، وهذا شيء وصفته في الكتاب، نحن ننسى جمال وتنوع البلاد. العراقيون فخورون بهذا وهم شغوفون أن تكون الحكومة تمثلهم. إنهم عندما تتحدث مع العراقيين في كل يوم، إنهم في البصرة مثلا يتحدثون عن حقوق الأقليات وعن قضايا مثل كركوك، هناك إحساس بمتى سيتحدث العراقيون عن العراق كبلد لهم. إنهم لا يريدون الانقسام، إنهم يدفعون بقوة القادة السياسيين الذين يتحدثون عن الانقسام. منال، أين كانت هذه الخلافات بين الإثنيات والطوائف زمن صدام حسين؟ يعني هل برأيك أنت الحرب مسؤولية عن إظهارها، أم أنها كانت موجودة إنما كانت سطوة صدام حسين وإمساك نظام صدام حسين بالنظام السياسي هو اللي جعلها نزاعات كامنة، يعني نار تحت الرماد لم يظهر إلا بعد سقوط صدام؟ المسألة تشكيلة من الاثنين. في ظل صدام حسين لم تسمع أي صوت، لم يكن هناك مجتمع مدني أو معارضة. من الصعب أن نقول ما إذا كانت موجودة أم لا. أنا أتحدث عما رأيته عام 2003 عندما وصلت إلى البلاد. نادرا ما سمعت سنة أو شيعة أو عرب أو كرد كاصطلاحات تستخدم، دائما بعثي أو غير بعثي. كان هناك الكثير من الأشياء التي ظهرت بعد 2003 وبقوة. أنا شخصيا أعتقد أنها تواجدت تحت الرماد، وكان هناك تزاوج بين الشيعة والسنة وفي مناطق مختلفة، وعرب تزاوجوا مع أكراد خاصة في بغداد. من قبل كنت ترى بعض القضايا، ولكن لا شيء مثل ما ظهر عام 2005 و2006. في عام 2004 الناس كانوا يسألونني هل تعتقدين أنه ستكون هناك حرب أهلية، وكنت أجيب وبكل ثقة لا يمكن، العراقيون يفهمون ويحبون تنوعهم. مرة أخرى لو نظرت على عدد الزيجات، الكثير من الأسباب أن 2005 و2006 حدثت لم تكن لها علاقة بالعراق، وإنما بدول الجوار والسياسات الإقليمية. كانت هناك الكثير من الألعاب التي تلعب داخل العراق، والشعب العراقي هو الذي عانى. سوف أتوقف منال في استراحة ثانية، أعود بعدها لأدخل معك بموضوع العنف وحجم العنف الذي تفجر، الذي يعني هناك كم من العنف تفجر في العراق. إنما أعزائي المشاهدين سوف ندخل إلى هذا المحور بعد هذه الاستراحة، فابقوا معنا. من جديد إلى الحرة تقدم مع منال عمر. منال، يعني في موضوع لا يمكن إغفاله بتاتا عندما نتطرق إلى العراق، الانطباع أن العراق شهد ويشهد ولا يزال موجات عنف كبيرة غير معتادة. يعني هذا الكم من العنف الذي تفجر بالعراق شو سببه برأيك؟ الصعوبات الخاصة بالعنف في العراق، وفي الواقع هي إحدى الأشياء التي أخافتني كثيرا، هي أن هناك الكثير من الطبقات. من الصعب أن تقول أن هناك سبب واحد وراء العنف. رأينا التغيرات في 2004 و2005، ظهور الميليشيات والافتقار إلى الأمن. الشوارع كانت خالية من الشرطة، كان هناك حل للجيش.
وهذه تعتبر واحدة من أكبر الأخطاء في العراق. في نفس الوقت هناك الكثير من الفقر، الكثير من الفساد، الكثير من القضايا المتعلقة بالمتعاقدين. هناك مستويات مختلفة للعنف. هناك مجال ثالث وهو مسألة القاعدة والمتطرفين الإسلاميين الذين نعرف أنهم لم يكونوا في العراق قبل 2003، جاءوا مع الأمريكيين. إذن هناك مستوى جديد للعنف لم يعتاد عليه العراقيون. ثم الطبقة الرابعة وهي اللعبة الإقليمية واللاعبين الإقليميين الذين كانوا يخدمون مصالحهم الوطنية. إذن هناك مستويات مختلفة من العنف في العراق، والمجتمع لم تكن لديه فرصة. لو نظرنا على 2006 و2007، العراقيون يسمونها أسوأ سنوات شهدها العراق، وفي المتوسط كان 100 شخص يموتون يوميا. ومعظم المجتمع الدولي ترى التقارير ولكن لا ترى أي رد فعل نتيجة لهؤلاء الذين قتلوا يوميا. إنما منال تحدثت عن وصول أو مجيء القاعدة بعد مجيء الأمريكيين. طبعا هناك القاعدة من جهة، وهناك أطراف متشددة، ميليشيات أخرى لدى الأطراف الشيعية. إنما سؤالي، لو لم تكن البيئات بيئات مؤاتية، بيئات حاضنة، هل كان تم سواء للقاعدة أو لغير القاعدة أن تنمو وأن تقوم بما قامت به خلال 7 سنوات الماضية؟ الموقف بعد النزاع مفتوح وقابل لكل التغييرات. في بعض الدول بعد النزاع يمكن أن ترى الأمور بشكل إيجابي. هذا ما كان يأمله العراقيون بعد 2003، ولكن ما رأينا في العراق كان اتجاها مخالفا. النزاع خلق أشياء جديدة، وكانت هناك فرصة للتجديد من قبل القاعدة. السبب الرئيسي كان الافتقار إلى الخدمات، الافتقار إلى الأصوات العراقية الحقيقية. معظم القادة العراقيون في البداية جاءوا من الخارج، كانوا هناك لأكثر من عقد من الزمان. لو سألنا ما هي الأسباب التي تعلمناها، لقلنا أن العثور على القادة المحليين هو الذي كان يمكن أن يعطي العراقيين برنامجا أفضل. كان الناس الذين لم ننخرط معهم انخرط معهم المتشددون، ورأينا ما حدث عندما لم نكن طرفا في المعادلة. منال، ما بعرف إذا صح هذا، يعني ما يردد البعض يقول أن جرعة الديمقراطية التي أعطيت للعراقيين كانت أكبر من اللازم. كان ينبغي أن تكون الجرعة أقل، أو أن تأتي جرعات تدريجية يتحملها شعب عانى من 30 أو 40 سنة من نظام ديكتاتوري مستبد ظالم عنيف. ما رأيك بذلك؟ أنه كان ينبغي أن تكون الديمقراطية مخففة. هذا سؤال صعب. وفي بغداد أجريت هذه المحادثة مع الكثير من الأصدقاء، وكانوا يقولون نحتاج إلى ديكتاتور رحيم، فكرة شخص قوي جدا ولكنه رحيم. والناس عادة يتطلعون إلى عبد الكريم قاسم كنوع من الديكتاتور الرحيم، وهذا نموذج في المنطقة. نحن نفكر في الطرفين النقيضين، إما ديكتاتورية أو حرية كاملة وديمقراطية ومجتمع مفتوح. مرة أخرى الوسط هو ما يحتاجه العراق. في البداية كنت أقول أن الأمور خرجت عن مسارها يعود إلى الافتقار إلى القيادة العراقية الحقيقية. الخطأ لم يكن في النظام، ولكن الافتقار للشرعية داخل المجتمع المحلي. عمليين واضحين مع خريطة الوضع السياسي اليوم، من هو هذا المستبد العادل أو المستبد الرحيم؟ مش عم أقول لا أطلب منك تسمية شخص، عم تسمية فريق، طريقة. من يستطيع أن يلعب دور المستبد الذي يمسك زمام الأمور وفي نفس الوقت يكون عادلا ورحيما ويبني دولة قانون؟ أعتقد أن النظام والعملية. عندما أنظر على بلدان مثل العراق، ومثلا لماذا أنا أحب أمريكا؟ أنا أمريكية مسلمة، وهناك الكثير من التحديات التي تواجه حقوقي، ولكن أشعر بالثقة نتيجة للنظام وسيادة القانون. لن يستطيع أحد أن يؤمن الديمقراطية العراقية أو النظام العراقي أو ما نريد أن نسميه. عندما نقول ديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، الناس تبدي دهشة واستغرابا. ولكن الذي يحدث
التغيير هو وضع الحقوق في النظام. من أجل أن يحدث هذا نحتاج إلى قادة أقوياء في الحكومة وبرلمان قوي، وهذا موجود في العراق، وهو مؤشر على حقيقة المؤشر على قوته أنه وقف في وجه الحكومة. وأيضا نحتاج إلى مجتمع مدني قوي. دعنا ننظر على الانتخابات الأخيرة، 75% من البرلمانيين فقدوا مقاعدهم. الانتخابات قوية، والشعب العراقي يعرف من الذي يفكر في العراق بشكل عام ومن الذي يسعى لمصلحته. طالما أن، وهذا قلقي بالنسبة للمستقبل، طالما أن هذه الحكومة مستمرة في بناء النظام ولا تبني أحزابها السياسية، فسنرى أشياء عظيمة في العراق. سؤال واحد أخير عن قبل أن أنتقل إلى موضوع المرأة، خروج الأمريكيين أو إنهاء العمليات القتالية الأمريكية اليوم، العراق يعني مسؤولية العراقيين، هل هذا يساعد لما تفضلتي وذكرتيه الآن، أم أن خروج الأمريكيين سوف يكون عاملا سلبيا يعيق الوصول إلى ما ترغبينه أو ما وصفتيه الآن؟ أعتقد أن الانسحاب الأمريكي سيكون شيئا عظيما بالنسبة للعراق. هناك بعض الشروط الموجودة، يجب تشكيل الحكومة بسرعة والإظهار للناس في المنطقة أن بإمكانها الإمساك بالأمور. الجيش العراقي موجود وهو مسيطر. عندما تنظر إلى المنطقة الخضراء فستجد أن العراقيين كانوا مسيطرين منذ عام، وبالتالي يستطيعون القيام بالعمل إذا اضطروا إلى ذلك، وهذا ما يحدث. القضية الأساسية هي ما هي طبيعة العلاقة مع أمريكا في المستقبل. حقيقة أنها ليست عسكرية، وفي رأي الشخصي هذا شيء جيد، ولكن هل ستكون هناك علاقة دبلوماسية؟ أوباما قال أنها ستكون موجودة، وهذا هو السؤال الكبير. هناك جيران يريدون علاقات قوية مع العراق، ولكن السؤال ما هو ميزان القوة نتيجة لهذه العلاقات المختلفة؟ هل تخشى من العمر أن تملأ إيران هذا الفراغ؟ إذا كان هناك من فراغ. أعتقد عندما تتحدث مع العراقيين إنهم يحترمون إيران، ولكنهم يرون أنفسهم مختلفين كلية. على الرغم من التحالف الشيعي، إلا أن الشيعة في العراق قادرين على إبعاد أنفسهم عن إيران. ولكن لو الولايات المتحدة وآخرين ليسوا هم الحلفاء، فإيران ممكن أن تكون هي الحليفة. العراقيون في موقف يمكنهم من تقرير من الذي يدعمهم، والاستجابة هي المفتاح لكل هذه القرارات. الآن موضوع المرأة، هذا موضوع يعني هو موضوع الكتاب. طيب، تتحدثين عن تآكل مكتسبات المرأة العراقية بعد الحرب، هل أفهم من ذلك أن صدام حسين قد وفر للمرأة العراقية حياة متحررة، وأنه كل ما حصل هو سبب هذه الحرب اللعينة؟ I wouldn't give full credit to Saddam Hussein. يعزى الفضل كثيرا إلى صدام حسين. عندما لا يعزى الفضل كثيرا إلى صدام، عندما تنظر على حقوق المرأة فإنها تعود إلى العشرينيات. هناك قوانين خاصة بالزواج والطلاق، والعراق فيه واحدة من أكثر القوانين ليبرالية. المرأة العراقية في الواقع كانت تقود الدين والنساء في العراق. حصلنا على حق الانتخاب. المسألة كانت عملية استغرقت عدة عقود. المرأة العراقية كانت قوية، وفي سنوات صدام الأولى كان هذا أيضا ينطبق، وكان هذا صحيح. كانت هناك قوانين تقدمية وشمل المرأة في القوى العاملة، وأيضا حصل على المكافأة نتيجة لمحو الأمية. إنما في نقطة يعني يرجى توضيحها للجمهور، يعني البعض يعتبر أنه نظام مستبد على الشعب، كيف يمكن أن يكون جزء أو فريق أو قسم من الشعب العراقي يتمتع بحرية وكما تقولين وتصفينها بمكتسبات، بينما باقي الشعب العراقي كان يعاني من صدام حسين؟ يعني كيف نفسر هذه الازدواجية؟ كيف يمكن لنظام مستبد أن يكون بالنسبة لشريحة من المواطنات أو المواطنين مختلفاً؟
شكرا لهذا السؤال، هذا سؤال جيد جدا. الطريقة التي عملت فيها الأمور مع صدام، صدام أعطى مزايا للبعثيين. لو كنت بعثي مسيحي أو امرأة أو شيعي تعامل بشكل جيد طالما أنك لا تعارض صدام وأنت موال للبعث، ولو لم تكن بعثيا فستعاقب، تعاقب من خلال الفقر وعدم القدرة على العثور على عمل وعدم الوصول إلى فرص المنح الدراسية وتهميشك على الأسس الاقتصادية والاجتماعية. كان هذا هو طبيعة حكم صدام، لقد قسم المجتمع إلى بعثيين موالين له وأناس غير موالين له. إنه لم يكن ضد المرأة أو الأقليات، ولكن بعد عام 2003 هذه القضايا ظهرت بشكل أقوى من بعثي مقابل غير بعثي. أعزائي المشاهدين، نتوقف في استراحة أخيرة، نعود بعدها إلى مستقبل المرأة العراقية وسط مناخات أصولية متشددة مع منال عمر، إنما بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، الجزء الأخير من الحرة تقدم، منال عمر، نتابع موضوع المرأة. ما هو برأيك وبعد هذه التجربة تحديدا مستقبل المرأة العراقية وسط اليوم ما نشهد في العراق حاليا من مناخات، يعني يمكن بكل موضوعية أن نصفها أن هناك توجهات أصولية متشددة في المجتمع العراقي، ما رأيك؟ It depends on how the women will begin to react to the different challenges. كيفية رد فعل المرأة على التحديات المختلفة. هناك مجالات مختلفة داخل البرلمان. يجب أن يكون 25% من البرلمانيين من النساء. السؤال، ما هو نوع المرأة التي ستذهب إلى البرلمان؟ لو كانت موالية للحزب السياسي فإنها لن يكون لها تأثير كبير على حقوق المرأة في العراق. المجتمعات المدنية في العراق يجب أن تبدأ الضغط ليس فقط على المرأة في البرلمان وإنما على البرلمان بشكل عام، وهذا يتم من خلال اختيار نوعية المرأة التي تدخل البرلمان. هناك استقطاب، هناك نساء الأحزاب الإسلامية من ناحية، وهناك المرأة أو النساء العلمانيات من ناحية أخرى. إنهن يطلبن الحقوق لأطفالهن وفرص عمل أفضل وتعليم أفضل. وأحد المشاريع التي عملت عليها في الأشهر الستة الماضية يتمثل في جمع هاتين المجموعتين، ليس فقط في المجتمعات المدنية وإنما في المجالس المحلية وأيضا أعضاء البرلمان. نقول لهن قد تكون لديكن أيديولوجيات مختلفة ولكن الهدف واحد، يجب هناك الجانب الديني والجانب العلماني يجب أن يلتئم سويا لتأمين حقوق المرأة، وهذا يمكن أن يضمن حقوق المرأة لو المجموعات انقسمت والعلمانيين يتحدثون مع الناس في الغرب أو الإسلاميين يتحدثون مع الإسلاميين فلا أحد سيفوز. منال، هل من تمايز أو تباين بين نظرة ومطالب الفريق المتشدد أو الفريق الإسلامي من الفريق العلماني تجاه حقوق المرأة، يعني تحديدا ممكن اللقاء بينهما أم أن هنا لديه لكل فريق نظرة ونظرة مختلفة تماما عن الآخر؟ أعتقد أن هناك تصورات مختلفة. عندما جمعناهن سويا، جمعنا النساء من الأحزاب المختلفة إلى لبنان لإجراء هذه النقاشات، كنا نعرف أن علينا إخراجهن من العراق. كان يبدو أنهن لن يتوافقن وأن الأيديولوجيات مختلفة ولا يمكن أن نجمعهن على شيء واحد، ولكن عندما ركزنا على شيء مثل التعليم أو الوظائف فالنساء كلهن أو المرأة من الطرفين كانت لها نفس الأهداف. في المغرب يمكن أن ترى كيف يمكن أن تؤمن حقوق المرأة باستخدام الإطار الإسلامي وليس بالضرورة العلماني، ولكن المرأة تتطلب من النساء أن يتحدين الأسس القديمة والتقليدية، وهذا ما حدث في المغرب وكنا ناجحين. هناك دائما سيكون التحدي التالي كيف ستنفذ، ولكن المحادثات تبدأ في العراق، وأنا رأيت
النساء من أحزاب سياسية في لبنان يرفضن الجلوس سويا، ولكن عندما ذهبنا إلى بغداد اجتمعنا مع بعضهن البعض. أعتقد أن المرأة أو النساء سيساعدن العراق على الشفاء من علته. العقبة، إذا سألتك العقبة الرئيسية اليوم أمام تقدم المرأة العراقية ما هي باختصار برأيك؟ أهم عقبة أمام تقدم المرأة. القضية الأولى لا تزال هي الأمن. النساء يخفن من التعبير عن أنفسهن أو أن يخرجن إلى الشوارع من كل مستويات العنف، ربما من مستويات الفساد، من الأنشطة الإجرامية، من الأحزاب السياسية التي لا تحب ما يقولن، من اللاعبين الإقليميين الذين يخافون من الرسالة التي ترسلها المرأة العراقية. هناك مستويات مختلفة وقضايا مختلفة تستهدف النساء. رأينا الكثير من القادة العراقيات وقتل بعضهن أو فقدن أبناؤهن. السيدة سامية الخفجي واحدة من اللواتي فقدن أبناؤهن لأنها أصرت على خوض الانتخابات، وهي امرأة محافظة ولكنها استهدفت. الكل مستهدف. يحكى كثيرا الآن عن جرائم الشرف في العراق، وكأنها مستجدة على الواقع العراقي. أولا، هل صحيح أنها مستجدة؟ وهل صحيح أنها كثيرة إلى الحد الذي يحكى عنه؟ It's definitely not something new. بالتأكيد ليست بالجديد. لقد رأيناها كجرائم في ظل العقوبات أكثر من بعد 2003. المجتمع المدني يتحدث عن الموضوع، وهذا هو الفرق الكبير. هناك طرف يقوم بتسجيل هذه الجرائم. أيضا من ناحية الأرقام، من الصعب أن نحدد بالضبط. نعرف أنه من ناحية العنف ضد المرأة فهذا لا يقارن مع رواندا أو كوسوفو، ولكن في العراق أنا مستمرة في التوضيح، في توضيح أن هناك أعلام حمراء. مثلا في 2003 كانت حالات الاغتصاب قليلة، 5 أو 6، ربما البعض يقول 25، وبعد الحرب كانت هذه هي الأرقام الدنيا، ولكن مؤشر على أنه لا توجد شرطة في الشوارع. إذن كان يمكن، لو اهتممنا بموضوع المرأة في 2003 كان يمكن إنقاذ الكثيرين عندما لم تكن هناك أمن في الشوارع. إذن هذه القضايا عندما نركز على قضايا المرأة فهذا يساعد البلاد بشكل عام. إنما بدل لي سؤال الآن، إنه هل برأيك أنت المعلومات عن حوادث الاغتصاب أو عن حوادث الشرف، كل الجرائم التي تحصل يعلن عنها، أم أن المعلن هو أرقام لا تقارب كثيرا الحقيقة، قد تكون الحقيقة أكبر بكثير مما يعلن؟ بالتأكيد، وفي معظم الحالات التي نسمع عنها الأرقام أقل من الأرقام الحقيقية. ومرة أخرى المسألة هي القضية المحيطة في الموضوع، أين يمكن أن نوفر الحماية، أين يمكن للفتيات أن يذهبن. أنا أتحدث في كتابي عن عدم وجود أي مكان لإرسال ضحايا الاغتصاب، لا توجد ملاجئ مثلا، وهذا يشكل مشكلة كبيرة للمجتمع. منال، نظرة الثقافة الأمريكية إلى المرأة، هل لها حظ أن تخترق الواقع العراقي، أن تدخل إلى العراق، سواء مع وجود الجيش الأمريكي وسواء اليوم مع وسائل الإعلام وثورات الاتصالات والمواصلات؟ ما حظوظ هذه الثقافة أن تنمو في العراق؟ هذا يعتمد على المناطق. تقريبا في كل أسرة هناك تليفون محمول وقنوات تلفزيونية عن طريق الأقمار الصناعية. هناك الكثير من الفرص للوصول للإعلام، ولكن الحياة اليومية في العراق صعبة. مرة أخرى الكهرباء، المياه، فرصة الوصول إلى التعليم والصحة، هذا يشكل كفاح. هذا الانفتاح لا يزال يتطلب مشوارا طويلا. الناس تحاول البقاء على قيد الحياة. في نفس الوقت الجيل الأقدم الذي بدأ يعود
إلى العراق أو يساعد العراق. هذا الجيل يجلب إحساسا بالاثنين، يمكن أن يكون هناك الجزء الجيد من القيم الأوروبية والغربية وأيضا احترام للقيم. الشعب العراقي شعب فخور جدا بتاريخه الغني، ولكن هناك إحساس بالتهديد من عملية تحول غربي كبيرة ثقافيا في العراق. سترى توازن صحي، انفتاح على التكنولوجيا والأنظمة المالية، وفي نفس الوقت هناك الكثير من الاحترام لجذورهم كعرب وكخلفيات دينية مختلفة. منال، أريد إفادة من الوقت المتبقي مع أقل من 3 دقائق. لأي مدى تعطي منال عمر البعد الديني أهمية في دور البعد الديني في مشاكل العراق؟ لا أتحدث دور سلبي، إنما دور سلبي أو إيجابي. أهمية العامل الديني اليوم في العراق؟ أعتقد أنه مهم جدا في الحياة اليومية. العراق دوما كان واحد من الدول التي كان لها دور ديني وأيضا دور للدولة، وهذا هو المفتاح. المفتاح هو الوصول إلى التوازن. لا تريد أن تفقد جانبا على حساب الآخر، ولكن يجب أن يكون هناك توازن. منال، هل الحجاب يحمل رسالة إيديولوجية معينة تميزك عن المرأة العلمانية؟ هذا يعتمد. عندما تلبس المرأة الحجاب في دولة إسلامية، فهناك مسائل مثل لا تلبسين ألوان معينة أو بنطلونات. هناك قضايا من الناحية الدينية، مثلا عندما ألبس الحجاب لا تتحدثين بصوت عال. عندما أكون في مجتمع علماني، فهذا معناه أنك تدعمين المجتمع والرجال. هناك جانب يود مني أن أكون أكثر تدينا، وجانب يريد مني أن أكون أكثر تحررا في رأيهم طبعا. إذن الأرضية الوسط هي التي أتحدث عنها وأؤكد عليها في كتابي، وأحاول أن أحافظ عليها. أنا في المنتصف وأنا سعيدة، وأدعو الآخرين إلى الوصول إلى هذه الأرضية. سؤال الأخير منال، هو سؤال شخصي. ما هو التحدي الأكبر الذي واجه منال عمر في العراق في تجربتك العراقية؟ أهم تحدي؟ محاولة عمل أكثر مما ينبغي. عندما كنت في العراق كنت ساذجة وحاولت أو أردت أن أحل كل المشاكل، وكنت أتراجع للوراء وأدرك أن علي أن أستمع، وكل ما أستطيع أن أعمله هو قطرة في المحيط. عندما قبلت هذا بدأت في التمتع بعملي أكثر وأكثر. هل ستعودين إلى العراق؟ نعم، سأذهب في الشهر القادم، وسأذهب بعد ذلك، وكل برنامجي يركز على العراق. طيب. أنا حقيقة أشكرك على هذا الحوار الممتع منال عمر، على أمل أن نلتقي بك مرات أخرى. أعزائي المشاهدين، نشكر منال عمر ونشكر حسن استماعكم ومتابعتكم هذه الحلقة من الحرة تقدم. على أمل اللقاءات في حلقات قادمة. تصبحون على ألف خير.